الإنسان عندما الإنسان العامي لا ينتقد المرجع، الإنسان العامي ليس له من العلم والاستنباط والاستدراك من القرآن أو من الفقه على مود يروح ينتقد مرجع. أولا السيد كمال الحيدري، هل أتى السيد كمال الحيدري شيئا من عقله؟ هل استدل بكتب من غير كتب الشيعة؟ هل استدل من غير القرآن؟ أم هل وصل إلى درجة التحقيق؟ بل وصل إلى درجة التحقيق وله من العلم ما يفوق أقرانه من المعممين وحتى من المراجع. هل رأيته مثلا يوما من الآن حاد عن الأصول؟ أنا سني أختلف وياك ولا السيد كمال الحيدري في أمور، ولكن عندما أسمع من العدل قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى وإن خالفك المخالف وأنت في خلاف بينه سواء عقدي أو فقهي، اسمع لقوله أنت لماذا كمال السيد كمال الحيدري الآن هو في إقامة جبرية وهو في محنة، لماذا هذا العالم أو هذا المرجع الآن ينفى؟ لماذا لا يعطى نفس حقوق المراجع قبله؟ هل أتى بشيء جديد؟ هل تحقيقاته يعني شخص هذا الشخص أنا من أسمع كيف يحقق في مسألة أستغرب أن هذا الشخص عنده هذا العلم وجاء بأمور في تصفية هذا المذهب أو نزع الشوائب، فلماذا هذا الشخص لا يعطى مثل ما قال هو؟ قال لم يعينوني، يعني قال أتيت بإطروحات وبأشياء تخدم المذهب، لماذا لم يعينوني وضيقوا علي؟ أنا رأيت له فيديو الأخير في المستشفى، يمكن رأيته في المستشفى وهو يذهب ويروح ويذكر، يمكن يذكر الله، يمكن يقرأ القرآن. فلذلك والله استغربت حقيقة، مو بس أنا، كثير من الشيعة وكثير من السنة يستغربون لماذا يضيق على هذا الشخص، بينما أقرانه وكثير من المعممين ينسبون إليه الهرطقة وأنه جاء بشيء جديد والعوام يسبونه. أنت عندما تريد أن تنتقد شخص، هل لديك العلم كي تنتقد هذا المرجع؟ أولا إن كنت مرجع أو معمم اذهب اقرأ ماذا قال. إن أتى بشيء يخالف أصول الشيعة أو يخالف القرآن عليك أن تنتقده، أم إن أتى بشيء لم يخالف المذهب الشيعي ولم يخالف القرآن لماذا ينتقد هذا الشخص ولماذا يضيق عليه ولماذا لم يعطى المساحة ولماذا لم يدعم؟ حتى كتبه يمكن عليها إقامة، يعني حتى كتبه تمنع من النشر، ولكن ما رأينا منه بأس، ما رأينا منه شيء يخالف العقيدة الشيعية. هل استدل من غير كتب؟ شخص ينصف، والله ينصف حتى المخالفين، وعندما ينصف المخالفين في مسألة ينتقده في مسألة ثانية، ليس له محابات، كما أنه أتى بأطروحات يعني أطروحات أو أتى بأفكار لم يخالف الأصل في المذهب الشيعي، لم يخالف بل أتى بآيات من القرآن. فلماذا من نسأل إخواننا الشيعة أو نسأل المخالفين الشيعة لماذا هذا الشخص يضيق عليه بالإقامة الجبرية وغيره له الحرية؟ هل أتى بشيء جديد أم أتى بأصل يخالف المذهب الشيعي أو يخالف القرآن؟ أعطوني هسه دليلا أنه قال السيد كمال الحيدري قال كلاما يخالف الكتب أو أتى بدليل من غير الكتب الشيعية أو من القرآن. لو استدل عليكم من كتب السنة تقولون هذا استدل علينا من كتب السنة ونحن ليس مآلنا وليس مردنا إلى كتب السنة، ولكن أتى من كتب الشيعة، والله ولا يوم فتح كتاب سني واستدل به، يفتح كتب الشيعة ويأتي ويحقق. المشكل أن هذا الشخص محقق، ليس كغيره من يقلد فقط، يحقق في المسألة ويحق له أن يحقق إن وصل إلى درجة المرجع الذي يرجع إليه أو إلى درجة المحقق، عكسه عكس المعممين. هذا كلامي وأشكر على صبركم. جزاك الله خير، والله ما شاء الله عليك كل كلامك درر صراحة، هذا كلام منطقي من سني، أنا لست شيء، أنا لست شيء، أنا سني.